معلش هو الفيديو فصل بس. طيب احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان الار زد اصغر بكتير قوي من الار ال، تمام. هنقدر نبص للدايره دي ازاي؟ اقدر اقول ان الار ال دي اوبن سيركت. اوبن سيركت معناها مفيش ماشي فيها كانت، فاقدر اشيلها خالص. وبعدين هعمل ايه؟ بعدين بعد ما اشيلها، بعد ما اشيلها واحسب المعادلات بتاعتي، اضيف ترم يقول لي لو هي كانت موجوده معايا كان تاثيرها هيغير معايا الاناليسيس بتاعتي ازاي. فاللي هعمله ايه؟ هقول ان ار زد كده والفي زد دوت مفصله مع ار اس مفصله مع البي اس بالشكل ده. ودي انا هعملها سوبر بوزيشن. اول حاجه ار اس مع الار زد، هنا ار اس، والنقطه دي هي البي اوت، والجزء الثاني هو هيبقى شرط هنا ريزيستنس وهنا ريزيستنس وهنا الفي زد دايود، وهتبقى برضه هنا الفي اوتبوت. فلو جيت ابص على الدايره اللي فوق هلاقي ان الفي اوتبوت ان ترمز اوف الفي اس عباره عن ايه؟ هو الفي اس ده مضروب في الار زد على مجموع التو ريزيستنس، فهتبقى الفي اس في ار زد على ار زد بلس ار اس زائد ايه اللي هي. لو جيت ابص بقى على الدايره الثانيه اللي هو الفي زد دايود مضروبه في الريزيستنس دي اللي هي ار اس على ار زد زائد ار اس، فهتبقى في زد دايود مضروبه في ار اس على ار اس زائد ار زد، تمام. طيب بعد كده لو انا عايز بقى اعمل التاثير بتاع اللود اعمل ايه؟ انا لو جيت احط اللود ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان في الدايره دي ماشي، لو انا جيت احط اللود اللي هو في الجزء ده هنا كده، تمام، اللود ده هيعمل ايه؟ هيسحب كرنت، صح، اللي هو هيسحب كرنت اي ال. طيب لو برضه باستخدام السوبر بوزيشن واعتبرت ان الكرنت ده هو ايه؟ هو كرنت يعني مسحوب في الدايره دي في اللي هو في الار دي، تمام. فهلاقي ان الدايره عامله كده، يعني هعتبره ان هو ده كرنت سورس مثلا، تمام. فهقدر ان انا في السورس ده والسورس ده وابص عليها بالشكل ده اللي هو ار اس كده، وبعدين السورس ده هو ار زد، تمام، مسحوب منهم الكرنت بتاع الار ال بالشكل ده كده، صح. طيب نتخيل ايه بقى؟ نتخيل ان انا اصلا معايا الفي اوت هو الجزء ده، صح، الفي اوت. الكرنت ده ماشي في التو ريزيستنس دول ازاي؟ هو المفروض ان في الاخر دي هتتشال وتروح هنا بارلل مع دي اللي هي ار اس، فكاني بقول ان الكرنت ماشي كده، صح. معناها ان ده عامل لي فولتج دروب السالب. الفولتج دروب ده بيبقى عباره عن ايه؟ هو سالب الاي ال مضروبه في ايه؟ في الار زد في الار اس بارلل مع الار زد الار زد، صح كده؟ ماشي. فانا كده الترم ده عباره عن ايه؟ بيقول ان انا لو حطيت اللود بتاعي وسحب كرنت، الكرنت ده صغير قوي، الكرنت ده صغير قوي علشان اللود بتاعي كبير، تمام، بالنسبه للار زد. فالكرنت الصغير قوي ده لو مشي وخدته بالسوبر بوزيشن كده وبصيت عليه هيأثر ازاي على الفولتج اللي على الار زد والار اس، هلاقيه ان هو كانه بيعمل ايه؟ بيقلل الفولتج بتاعهم بمقدار الكرنت ده مضروب في الايه؟ في الايكويفالنت ريزيستنس بتاعهم هما الاثنين ايه؟ ان بارلل مع بعض، تمام؟ ماشي. فخلاص كده انا بقى المعادله بتاعتي هي الفي اوتبوت على الفي اوتبوت بتاعتي تساوي الفي زينر دايت في الار اس على الار اس زائد الار زد زائد الفي اس مضروبه في ال ار زد على ار زد بلس ار اس ناقص الاي لود في الار زد بارل مع الار اس. وانا دلوقتي كنت عايز ايه؟ كنت عايز اجيب اللي هو الفولتج ريجيليشن او اللاين ريجيليشن. اللاين ريجيليشن ده هيبقى عباره عن ايه؟ اللي هو دلتا في اوت على دلتا في اس. فاقدر ان انا اعمل ديفرنشيشن بالنسبه للفي اس، اعمل ديفرنشيشن للفي اس تبقى هي ار زد على ار زد بلس ار اس داون اللي هو دلتا في اوت على دي اس على دلتا في اس اللي هو اللاين ريجيليشن. ولو جيت اجيب اللي هو اللود ريجيليشن هلاقي ان هو دلتا في اوت على دلتا
اي ال اللي هو انا هعمل ديفرنشيشن بالنسبه لاي ال، فالاقيها ان هي بتساوي سالب الار زد بارل مع ار اس. طيب وعلشان اقلل اللي هما الاثنين دول، ليه انا عايز اقللهم؟ علشان انا عايز ان انا والله لو غيرت اللي هو السورس بتاعي اتغير فيه اي حاجه البي اوت ما تتغيرش، ولو غيرت اي حاجه في اللود برضو البي اوت ما تتغيرش. فانا اللي هلاقيه ايه؟ هلاقي ان انا لازم اقلل الار زد. ليه؟ لان انا لو قللت الار زد هنا دي كانها عباره عن ايه؟ دي كانها يعني ده انا ممكن ابص لها ان هي واحد على واحد زائد ار اس على ار زد على ار زد. فانا لو قللت الترم ده، الترم ده هيكبر، فبالتالي الترم ده كله هيقل. طيب والترم التاني ده هو كانه هما الاتنين بارلل لبعض، معناها ان هو ايه؟ معناها ان هو واحد على واحد على ار زد زائد واحد على ار اس. فبالتالي لو قللت ده الترم ده هيزيد، بالتالي الترم ده كله هيقل، وده اللي انا ايه عايزه ان انا اقلل الاتنين دول يعني. تمام ماشي. بعد كده عندنا ايه اول سؤال بيقول ايه؟ بيقول لو انا عندي شنت ريجليتور يوزنج زينر ديفايد وزي ار زد بتاعته 4 اوم، وانا الريزيستنس اللي انا يعني يعني ما بين السوق ما بين السبلاي بتاعي والزينر دايد هي 82 اوم. فلو السبلاي بتاعي اتغير ب بلس ماينس 1.4 فولت، عايز البي اوت بتاعي هيتغير ب قد ايه؟ تمام. فانا دي اعملها ازاي؟ انا الرسمه بتاعت الدايره دي حاجة عاملة كده اللي هو اللي في زينر دايت بلس ماينس في اوتبوت، وهنا 82 اوم تمام، وهنا الفي انبوت. طيب هو انا عارف ايه؟ هو انا عارف اصلا ان الدلتا في اوت على الدلتا في انبوت تمام ده بيساوي ار زد على ار زد بلس الار اس. طيب والار زد بكام؟ هو مدهاني اللي هي 4 اوم. طيب والار اس مدهاني 82 اوم. خلاص يبقى انا دلوقتي عارف ان لو انا معايا دلتا بي انبوت بلس ماينس 1 و 4 من 10 فولت، خلاص الدلتا بي اوت بتاعتي بتساوي كام؟ 4 على 4 زائد 82 مضروبه في الدلتا بي انبوت اللي هي 1 بلس ماينس 1 و 4، طلع لي بلس ماينس 65 واحد من 10 مللي فولت. تمام. او ممكن زي ما كان في الدكتور يعني بتقول ان احنا خلاص ما دام الار زد دي اصغر بكتير من الار اس تمام، فممكن ان انا انجلكت ده بالنسبه لدي واتعامل ان هي ار زد على ار اس. بس هنا هو في الاكزامبل ده مش هينفع ليه؟ لان انا يعني كومباربل شويه اللي هو يعني ار زد كومباربل شويه للايه؟ للار اس، يعني دي 4.82 مش مثلا واحد على 100 منها، لا ده رقم قريب منها يعني. تمام. فخلينا ماشيين باللي هو ايه ار زد على ار زد بلس الار اس. تمام. المثال الثاني ايه؟ بيقول لك انا معايا زينر دايت اللي هو شون فيجر بيرجليت الفولتج عند 50 فولت فور رينج من الدايت كارنتس، يعني الدايت كارنتس اللي ماشية هنا هو من 5 لـ40 ملي أمبير. أول حاجة عاوز إيه؟ عايزك تحسب الآر اللي تسمح بالفولتج ريجيليشن من اللود إن هو يكون الكارنت بتاعه من الأي إل بزيرو لحد الأي ماكسيمم، وبعدين عايز الأي ماكسيمم بكام، وبعدين الار اللي انت حسبتها في واحد دي في حالة ان الاي ال بتاعتي هو حاططها في 25 ملي، يعني هو دلوقتي يخلي الار اللي انت حسبتها في الاي والكرنت اللي هو موجود اللي هو في اللود 25 ملي امبير، عايز يشوف الفولتج دون ممكن يتغير بقد ايه من غير ما يحصل اي
فاريشن على الفولتج ريجيليشن هنا، الفولتج هنا ما يتغيرش يعني. تمام؟ فانا هعمل ايه؟ اول حاجه زي ما بنقول كيف بس دي كده، فاول حاجه ايه اللي انا اعرفه؟ ان الاي بتاعتي تمام بتساوي الاي زد الاي زينر زائد الاي لود. تمام، ده اللي هو الاي ده بيساوي الاي ده مع الاي دي، صح كده؟ تمام ماشي. فده كونستانت لاي ار انا استخدمه، يعني دوت اي ار انا هختارها الرقم دوت كونستانت ايه بالنسبه لي. ماشي، طيب الرقم ده بيساوي ايه في الحاله بتاعتنا دي؟ هو اول حاجه هتطلع ان الفولتج بتاعي 200 فولت، تمام، وهنا في ريزيستنس، وهنا في اللي هو الزينر دايت اللي هو انا ممكن اشيله او خلينا نسيبه زي ما هو الزينر دايت والار لود، صح كده؟ طيب الفولتج هنا هو عايز يثبته عند 50 فولت، والفولتج هنا هو 200 فولت، يبقى والريزيستنس دي ار، يبقى الاي ده بيساوي ايه؟ الاي ده يساوي ال 200 ناقص ال 50 على الار بتاعتي، صح كده؟ طيب هو عايز يعمل ايه؟ عايز يحسب الار دي بكام اللي تسمح بان اللاين ريجيليشن بتاعي دون يكون متحقق. متحقق في امتى؟ في حاله ان انا اللود بتاعي دون الكرنت اللي ماشي فيه يتغير من زيرو لاي ماكس. تمام، طيب عايز دلوقتي ابص لحاجه من اللي دي، يعني ابص للمعادله دي تاني وهقول ايه؟ هقول دلوقتي ده رقم ثابت، صح؟ يبقى الاي زد دي لما تبقى ماكسيمم دون يبقى مينيمم، ولما دون يبقى ماكسيمم يبقى التاني هو اللي مينيمم، صح؟ يبقى الاي زد ماكسيمم اللي هو قايل لي ان هي بتساوي 40 مللي، تمام؟ هو قايل كده اي زد، اه الاي 40 مللي امب، الاي زد ماكس، والاي زد من بتساوي 5 مللي امب. تمام، دي عندها هيبقى الاي لود مينيمم اللي هو قايل لي ان هو بزيرو، تمام، ويبقى منها الاي اللي هو السمشن بتاعهم هيطلع 40 مللي امب، واحنا قلنا ان الرقم ده ثابت، خلاص انا عرفت الرقم الثابت ده دلوقتي بكام. طيب بعدين هعمل ايه؟ هقول بقى الاي زي الاي ال ماكس، اي ال ماكس ده بيساوي ايه؟ المفروض ان ال 40 مللي اللي هم 40 مللي امب دول بيساوي اللي هو الاي زد مينيمم اللي هم ال 5 مللي زائد الاي ال ماكس، صح كده؟ طيب يبقى الاي ال ماكس دي بكام؟ تساوي 35 مللي امب. ماشي، انا كده حسبت تاني واحده. طيب ارجع بقى احسب الكرنت الار بتاعتي بكام؟ الار بتاعتي بكام؟ بحسبها على الماكسيمم ار ال، ليه؟ لان انا طول ما انا على المينيمم ار ال، المينيمم ار ال دي اللي بتحصل عند الاي ال ماكس، يعني خلي بالنا ان انا دلوقتي الكرنت هنا يبقى بزيرو بامتى؟ اللي هو الاي ال مينيمم تبقى بامتى؟ لما دي تبقى اوبن سيركت، يعني عند الار بانفينيتي، صح؟ طيب يبقى انا دلوقتي لما اجي احسب احدد قيمه الار دي بحددها على اساس الريزيستنس الصغيره هنا، تمام؟ ليه؟ لان انا كل ما بقى اصغر الريزيستنس بتبدا تاثر على الدايره بتاعتي، تمام؟ طيب فلما اقلل الار ال دي، الار ال دي ماشي، يعني عند الاي ماكسيمم، تمام، يعني لما بدي تقل يبقى الاي هتبقى ماكسيمم، يبقى انا دلوقتي لما اجي احسب الار بتاعتي احسبها عند الاي ال ماكس، ماشي. واحنا قلنا ان الار بتساوي كام؟ قلنا ان بتساوي الاي من هنا ال 200 ناقص 50 على الار، فالار بتساوي ال 200 ناقص ال 50 على الاي ال ماكس، تبقى بتساوي ال 200 ناقص ال 50 على ال 35 مللي امب، طلع لي 3.75 كيلو اوم. فاللي هلاقيه ايه؟ هلاقي ان القيمه دي لو انا قلت عنها يحصل لي المشاكل بقى، يحصل الريجيليشن بتاعي بقى اقل من 50 فولت. طب لكن لو انا زدت عنها هيبقى عادي، ليه؟ لان الكرنت بتاعي اللي هيبقى مسحوب لو انا حاطط ريزيستنس اكبر من دي هيبقى اقل من الماكسيمم كرنت اللي ما
يبقى مش هيسحب من الدايرة بتاعتي كرنت يعمل دروب على الزينر دايود دون يطلعه من ايه؟ من البريك ده. تمام؟ بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك بقى بعد ما انت جبت الار دي تمام؟ واسيوم ان انا الاي ال دلوقتي ب 25 ملي امب، الار لود بتاعتك هي 3.75 كيلو اوم. تمام؟ عايز ايه؟ عايز الفي انبوت دي تتغير من كام لكام من غير ما يحصل اي ايه يعني من غير ما الريجليشن بتاعي يتاثر. تمام؟ ماشي. البي ماكسيمم دي، البي ماكسيمم اجيبها ازاي؟ يعني انا المفروض دلوقتي البي انبوت بتاعتي، البي انبوت بتاعتي دي تبقى اكبر من البي مينيمم الرينج بتاعها واقل من البي ماكسيمم، صح؟ البي ماكسيمم دي بقى اجيبها ازاي؟ البي ماكسيمم دي تبقى موجوده امتى؟ موجوده في حاله ان انا ماشي معايا هنا كارنت كبير. ماشي كارنت كبير قوي ليه؟ لان لما يبقى ماشي كارنت كبير قوي معناها ان في فولتج دروب كبير قوي هنا اهون، فمعناها ان انا محتاج هنا اهون الفولت ده يكون كبير علشان اقدر اعمل اللي هو الفولتج دروب دون على الريزيستنس دي، صح كده؟ طيب عشان يعني لما يبقى في فولتج دروب كبير هنا وعايز اخلي دين 50 فولت تمام، يبقى لازم الكرنت يبقى كبير. تاني انا دلوقتي بقول ايه؟ بقول امتى يبقى الفي ماكسيمم؟ الفي ماكسيمم دي في حاله انا زودت الفولتج هنا، زودت الفولتج هنا وانا يعني مثلا خليته بدل 200 خليته 100 يعني 1000 تمام. طيب ال 1000 ده وانا عايز اخلي النقطه دي 50 فولت تاني، ف 50 فولت تاني معناها ايه؟ معناها ان انا لازم اكبر الدروب اللي على الار. اكبر الدروب اللي على الار ازاي؟ اكبر الدروب على الار ان انا ازود الكرنت اللي ماشي فيها. فبالتالي الفي اوتبوت ماكسيمم، الفي انبوت ماكسيمم دي بتحصل امتى؟ عند الماكسيمم كرنت المسحوب منها. فخلاص امتى الماكسيمم كرنت ده يتحقق؟ في حاله ان انا الدايت بتاعي دوت واخد اكبر كرنت هو يقدر يستحمله بالاضافه لل 25 مللي اللي هو قال لي ان هم يمشوا في اللود. فالماكسيمم كرنت اللي هو يقدر يستحمله هو ايه؟ اللي هو ال 40 مللي امب اللي هو الماكسيمم اي بتاع الزينر دايت. فخلاص الاي ماكسيمم بتاعتي بتساوي ال 40 مللي زائد ال 25 مللي تطلع 65 مللي امب، صح كده؟ طيب يبقى البي ماكس بقى بتاعتي هتبقى بتساوي ايه؟ البي ماكس بتساوي ماشي بتساوي الكرنت اللي هو الفولتج اللي هنا اللي هو انا عايز اثبته على 50 فولت تمام، والكرنت والفولتج دروب اللي موجود هنا. فهتبقى البي ماكس هي بتساوي الاي ار زائد ال 50 فولت اللي انا عايز اثبتها، صح؟ فالاي بكام؟ اللي هو 65 ملي امب مضروبه في الار اللي هي كام؟ 3.75 كيلو اوم زائد ال 50 فولت يديني الفاليو اللي انا عايزها اللي هي المفروض تطلع البي ماكس. البي ماكس تبقى بتساوي 293.7 فولت. طيب نفس الكلام هعمله للفي مينيمم. الفي مينيمم امتى؟ لما يبقى انا معايا فولتج دروب قليل قوي على الريزستنس دي. فالفولتج دروب قليل قوي على الريزستنس دي معناها ايه؟ معناها ان الكرنت اللي ماشي فيها اقل حاجه، فاقل حاجه يبقى لازم يبقى 25 اللي هم في الود موجودين، والزينر دايت يبقى ماشي فيه زير اللي هم المينيمم بتاعه، هو المينيمم بتاعه كان 5 ملي امبير. فالاي بتاعتي هتبقى بتساوي 5 ملي امبير زائد ال 25 ملي امبير تطلع لي 30 ملي امب، وتبقى البي مينيمم بتاعتي بتساوي ال الاي ار برضو زائد ال 50 فولت اللي انا عايز احافظ عليها تطلع لي بتساوي 162.5 فولت. فهيبقى الرينج بتاعي كده البي انبوت اكبر من ال 162.5 فولت. تمام؟ ماشي. بعد كده بيقول السؤال الثالث بقى بيقول ايه؟ بيقول
فاحنا بيقول ايه؟ بيقول لي ان انا دلوقتي لو معايا اميتر او فولتاميتر، تمام، الفولتاميتر ده الفولتج اللي عليه لو زاد عن 20 فولت، فالفولتميتر ده بيتحرق، ماشي. فانا بقى عايز اعمل ايه؟ عايز استخدم زينر دايود ده عشان اسيتل الفولتج ده عمره ما يزيد عن 20 فولت، والدايود ده زينر دايود ده في زد بتاعته بتساوي 16 فولت. وبيقول لك ان مجموع الريزيستنس ار 1 وار 2 دول 95 99.5 كيلو اوم، والار ام بتاعت اللي هي الفولتميتر 200 500 اوم، تمام. فهو عايز ايه؟ عايز قيمة الار واحد وار اتنين علشان الفولتج عمره ما يزيد عن 20 فولت بالنسبة للفولتميتر. فانا لو جيت ابص هلاقي ايه؟ هلاقي ان انا في حالة ان اصلا الفولتج بتاعي اقل من 20 فولت، تمام. لو الفولت بتاعي اللي هو الفي انبوت بتاعتي اقل من 20 فولت، ساعتها ايه؟ ساعتها الزينر دايت ده المفروض ان هو يكون مطفي، صح؟ فانا لو جيت ابص على الدايرة هلاقيها ان هي ار واحد كده و ار اتنين و ار ام و ال في اميتر، صح كده؟ طيب فدي ار واحد ار اتنين ودي ال ار ام ودي ايه؟ البلس ماينس ال في، ماشي؟ طيب فالاي بتاعتي او الاي بتاعتي تبقى عاملة ازاي؟ تبقى بتساوي ال في على ار واحد زائد ار اتنين زائد ال ار ام، صح كده؟ طيب ده اللي هو بيساوي ايه؟ بيساوي V على كام؟ على 99.5، ونص تطلع 100 كيلو اوم، صح كده؟ طيب فده في حالة ان انا ال V بتاعتي ب 20 فولت، وعوضت هلاقي ان ال I بتاعتي تساوي كام؟ 200 مايكرو امبير. طيب لو جيت قللت ال V ب 10 فولت هلاقي ايه؟ الاقي ان ال I طلعت ب 10 ب 100 مايكرو امبير، وفي الحالة دي برضه هيبقى الزينر دايت مقفول. واللي هنبص هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان لو الفولتج بتاعي 20 فولت طلع لي 200 مايكرو امبير، لو طلع لي لو كان 10 فولت طلع لي 10 ملي امبير. فبالتالي بقدر ابص على قيمه الكرنت دي واعرف ايه؟ اعرف احسب منها الفولتج اللي انا كنت حاطه، تمام. ده الفولتميتر يعني اللي هو بيشتغل ازاي، تمام. طيب هو عايز ايه؟ عايز دلوقتي في حاله ان انا عندي حاطط 20 فولت كده، تمام، والريزيستنس ار 2 والزينر دايت بتاعي شغال كده، وهنا ار ام، وهنا في الفولتميتر، هنا ار ام، هنا ار 1 ار 2، وهنا ال 220 فولت. عاوز ايه؟ عايز عند ال 20 فولت هتلاقي بتساوي 20 فولت، والاي بتاعتي كنا حاسبينها ان هي بتساوي 200 مايكرو امبير، والاي زد ساعتها هيكون ده لسه يا دوبك كيف بيشتغل، فهيبقى واخد زيرو كارنت اللي هو لسه هيبدا يزيد، تمام. والبي زد عليه النقطه دي يعني الفولتج بتاعها كام؟ بتساوي 16 فولت، تمام. طيب البي زد دي اقدر اجيبها ازاي؟ البي زد دي هي عباره عن ايه؟ عباره عن عباره عن الكارنت اللي هي ار واحد دي زائد ار اتنين زائد ار ام مضروبة في الاي كام؟ الاي اللي ماشي في الفولتميتر، صح؟ اللي هو الاي فولتميتر اللي هو ده، صح كده؟ طيب انا عايز ايه؟ عايز احسب من المعادلة دي ار واحد، ماشي؟ طب ار واحد ده هو خلي بالكم ده سيمبل بس، سيمبل بس يعني بي يعني كأنه قراية الفولتميتر، تمام؟ يعني مش اللي هو مش سورس هناخد منه حاجه، فعلشان كده قلنا ان دي زد دي بتساوي في الاي اللي في الار زائد الار، تمام. طيب انا دلوقتي عايز ايه؟ عايز اقول ان اللي هم 16 فولت دول بتساوي ار واحد اللي انا عايز احسبها زائد الار ام اللي هي 500 مضروبه في الاي في اللي هي 20 200 مايكرو امبير. اقدر من هنا اطلع الار واحد ان هي بتساوي كام؟ بتساوي 79.5 كيلو، ومنها انا عارف ان ار واحد زائد ار اتنين هو مديهالي ان هي 99.5 كيلو اوم، فاقدر اجيب الار اتنين ان هي بتساوي 20 كيلو اوم، تمام. كده ده ايه السؤال ده؟ بعد كده جه بيقول لك ايه؟ قال لك عايز الباور ديسيبيشن انا
سوري ما حطيتش الفينر، بس هرسمها. ماشي ماشي. هو هنا بيقول لك ايه، انا في حالة في الرسمة دي، هو انا معايا ار ال كده ومعايا زينر ضوئي بيتوصل معاها ان بارلل، ومعايا هنا هو 52 اوم تمام، ومعايا هنا 60 فولت. عاوز ايه؟ عايز في حالة ان الار لود دي تكون انفينيتي، وفي حالة ان الار لود دي تكون 20 اوم تمام. احسب لي ايه؟ احسب لي الباور ديسيبيشن، الباور ديسيبيشن اللي موجود في الزينر دايود تمام. طيب زينر دايود و الفي زينر دايود هو مديهولك 40 فولت، والار زد هو مديهولك 20 اوم. فايه اول حاجه هتكلم على فور الار ال ب 100 اوم. طيب اول حاجه هعمل ايه؟ هعمل نفس الاسامبشنز اللي كنا بنعملها قبل كده، اللي هو اول حاجه يا اما ريفرس يا اما بريك داون يا اما ايه. مش هنتعامل مع الداون يكون فورورد، لا هنتعامل معاه ريفرس يا اما بريك داون. في البريك داون فانا هفترض ان هو ايه ريفرس تمام، اسيوم ان هو ريفرس. فريفرس معناه ان هو اوبن سيركت، اوبن سيركت. فانا كده معايا ده 100 اوم، ومعايا الريزيستنس دي 150 اوم، ومعايا الفولت جي ده 60 فولت. فهعمل ايه؟ هقول ان الفي زد، الفي زد هي انهي؟ هي النقطة اللي هي الفولتج اللي هنا في زد. الفي زد دي بتساوي كام؟ 60 مضروبة في 100 على 100 زائد 150، صح كده؟ تطلع كام؟ 24 فولت. طب ال 24 فولت دي مش اقل من الفي زد دايت اللي هي المفروض طلعولي هنا ب 40 فولت. يبقى خلاص دون ايه ريفرس، يبقى كده الاسامبشن بتاعي صح. ويبقى ساعتها ان دون كان اوبن سيركت، معناها ان الاي بتاعته بزيرو، فالباور ديسيبيشن بتاعته بزيرو تمام. طيب في حاله ان ار ال بقى بانفينيتي، حاله الار ال بانفينيتي، فانا لو عملت الاسامبشن ان هو ريفرس، هلاقي ايه؟ هلاقي ان الشكل بقى عامل كده، ودي اوبن سيركت. فكده الفولتج اللي هنا هو الفولتج اللي هنا، فهنا دي هتبقى 60 فولت. فبالتالي 60 فولت دي اكبر من الفي زد دايد اللي هي ب 40 فولت. يبقى كده الاسامبشن بتاعي مش صح. يبقى انا لازم اعمل ايه؟ لازم اشيل، افترض ان هو في بريك داون تمام. لما اعمل ان هو في بريك داون هتبقى بلس ماينس، تبقى ريزيستنس كده اهو 150، وهنا ار زد اللي هي 20 اوم، ودي 40 فولت، ودي 60 فولت. ساعتها هحسب الكرنت اللي ماشي، الاي بتاعتي هتبقى بتساوي 60 ناقص ال 40 على المجموع الريزيستنس اللي هو 170 اوم، تطلع 0.118 امبير. فالزينر الباور اللي انتسيبيتد اللي في الزينر دايد هي الاي في الفي زينر دايد، والفي زينر دايد دي احنا كنا قلنا ان هي بتساوي الفي زينر دايد اللي هي ال 40 فولت زائد الاي مضروبه في الار زينر دايد تمام. فكانك بتقول ان هي كانك تضرب الاي سكويرد في الار دي مع الاي اللي مضروبه في الفولتج سورس ده، فهتطلع لك 4.99 فولت تمام. طيب دلوقتي هنبص على شويه مسائل ريفيجن على الاوب امبس. خلينا بس قبل ما نبدا في السؤال ده نفتكر ايه؟ نفتكر ان احنا لما كنا في الكويز بنقول احنا عايزين ال في اوت على الفي ان، كنا طالبينها فين؟ كنا طالبينها عند الفيري هاي فريكوينسي. يعني ايه؟ يعني عند الاوميجا بانفينيتي، صح كده؟ طيب ده معناه ايه؟ معناه ان انا عايز عند نقطه واحده بس. لكن انا لما اجي اقول لك انا عايز الفي اوت على الفي ان عموما كده،
لازم استخدم اللي هو الامبيدنس بتاعت الكاباستور واحسب بيها المعدات بتاعتي. ما ينفعش ان انا بقى اقول ايه عند الـ عند الـ اللو فريكوانسي يبقى الكاباستور مثلا شورت اوبن سيركت وهكذا، ما ينفعش اعمل كده. لازم اتعامل بالمعادلات ان الكاباستور ده هو الامبيدنس بتاعته واحد على جي اوميجا سي. فلما هاجي اعمل ده للمعادله للمسالتين دول، هلاقي ان السؤال الاولاني ده لما جيت لو جيت عند النقطه دي عملت اللي هو كيس ال، هلاقي ان الكرنت اللي ماشي هنا هو اللي هيمشي هنا، لان مفيش كرنت بيخش الاو تي اي. ليه؟ لان انا هو ايديال او تي اي، فانا عارف ان الفي بي بتساوي الفي ان بتساوي الزيرو، والاي بي او الاي بلس بتساوي الاي ان بتساوي زيرو، علشان ايه الار ان بتاعته انفينيتي. تمام. طيب فلما اجي اجيب بقى الكرنت اللي هو ده واساويه بالكرنت ده، هلاقي ايه؟ هلاقي ان الفي انبوت ناقص الزيرو على الواحد على جي اوميجا سي واحد بتساوي ايه؟ الزيرو ناقص الفي اوتبوت على الار واحد. طيب لما اجي اجيب بقى من المعادله دي في اوت على ار ان، هلاقي ايه؟ ان الفي اوت على الار ان على الفي ان اسف ايكوال تو سالب جي اوميجا سي 1 ار 1. طيب المعادله دي ما اقدرش كنت اوصل لها من غير ما انا ما اعمل اي حاجه من الايكويشنز دي. كنت ممكن ازاي؟ انا عارف ان انا لما يبقى معايا اوب امب حاطط ريزيستنس كده وريزيستنس كده، ودي ار 2 ودي ار 1، فالفي اوت على الفي ان بتاعتي بتساوي سالب ار 2 على ار 1. طيب سالب ار 2، ار 2 هي الار اللي هنا اللي هي مكافئ عندي هنا ليها ار 1، صح كده؟ طيب يبقى دي هنا هشيلها واحط ار 1، والار 1 هنا هي مكافئ ليها الكاباستور اللي هناك اللي هو الامبيدنس بتاعته واحد على جي اوميجا سي 1، فهشيلها واحط هنا. فهلاقي برضو ان الفي اوت على الفي انبوت بتساوي سالب ار 1 على 1 على جي اوميجا سي 1، وتطلع لي نفس الايكويشن دي. تمام. طيب هنا اهو هعمل بقى ايه؟ هحل على طول ان الفي اوتبوت على الفي انبوت بتساوي سالب ار 2 على ار 1، وار 2 عندي هي سالب 1 على جي اوميجا سي 1 على ار 1، بيطلع لي سالب 1 على جي اوميجا سي 1 ار 1. تمام. طيب ده لو هو هنا طالب الفي اوت و على الفي ام. طيب بعد كده لو جه طلب مني مساله زي دي، طيب مسألة زي دي هتعامل برضو معاها. أسهل حاجة إن أنا أتعامل معاها بيها هي إيه؟ هي إن أنا أجيب الفي أوت على الفي إنبوت كسالب آر 2 على آر 1. طب آر 2 هنا بقى هتبقى إيه؟ هي الإيكويفلنت بتاع الآر دي مع الكاب اللي هو آر إف، ده سي ودي آر إف. تمام. فالإيكويفلنت ليهم أدام هما بارلل هتبقى آر إف مضروبة في واحد على جي اوميجا سي على ار اف زائد واحد على جي اوميجا سي، اللي هو بيساوي ايه؟ بيساوي ار اف على واحد بلس جي اوميجا سي ار اف. تمام. طيب ده اللي هو ايه؟ الايكويفلنت اللي هي عندي ار 2. طب ار 1 دي هتبقى بتساوي ايه؟ بتساوي الار. فهروح على طول قايل ان البي اوتبوت على البي انبوت بتساوي سالب ار اف على الار في واحد بلس جي اوميجا سي ار اف. ممكن اكتبها ازاي؟ اكتبها سالب ار اف على الار مضروبه في واحد على واحد بلس جي اوميجا سي ار اف. وده معناه ايه بقى؟ هنا لو جيت انا ابص على الدايره دي، هل هي لو باس فلتر ولا هاي باس فلتر؟ هعمل ايه؟ هقول ان الاوميجا بزيرو والاوميجا بانفينيتي، واشوف هنا الدايره هتطلع لي ايه. لو الاوميجا بزيرو هنا هتطلع لي سالب ار اف على ار، صح؟ طب لما الاوميجا بانفينيتي هيبقى الترم ده بانفينيتي، واحد على الانفينيتي بزيرو فهتطلع لي زيرو. يبقى انا دلوقتي عند الفريكونسي العاليه مش بعدي حاجه، وعند الفريكونسي اللي هي بدي جين سالب ار اف على ار، يبقى دي اسمها ايه؟ لو باس فلتر. لو باس فلتر ده هلاقيه ايه؟ هلاقيه ان هو نفس اللو باس فلتر اللي احنا كنا بنتكلم عليه، بس بدل الجين بتاعه كان بواحد، لا ده بقى سالب ار على ار اف على الار. تمام. طيب الفرق بقى ايه بتاع الفلتر ده عن الفلتر التاني اللي احنا كنا بنشوفه قبل كده، اللي هو كان عبارة عن ار وكاباستور كده،
الار والكاباستور اللي هم كانوا كده، دول كانوا بيطلعوا لي زي ما بنقول الشكل واحد هنا اهو، وكانت الكات اوف فريكوانسي بتاعي واحد على الار سي. هنا نفس الكلام برضو، الكات اوف فريكوانسي بتاعي واحد على واحد، ده للفريكوانسي، واحد على الار سي، ده الاوب امب، وده الدايره دي. هنا سالب ار اف على ار، فهلاقي ايه؟ هلاقي ان انا هنا اهوت ممكن اشيل النويز اللي في الهاي فريكوانسي، وجنبها كمان اضرب، يعني اضرب السيجنال بتاعتي في ايه؟ في جين. لكن هنا هو لا، انا بعدي السيجنال هي هي من غير ما ازودها، تمام، وبشيل النويز، تمام. فده بيعمل لي حاجتين، بيزود لي السيجنال وبيضرب لي ايه؟ وبيشيل لي ايه؟ النويز، تمام. لو رجعنا تاني للسؤال ده هيلاقيه في تاني واحد، تاني حته بيقول لك ايه؟ بيقول لك الدي سي جين بتاعي 20، الدي سي جين بتاعي هو 20، والكات اوف فريكوانسي بتاعي 5 كيلو هرتز. فهو عايزك تحسب له ال، يعني تعمل ديزاين للفلتر ده. طيب اعمل ديزاين ازاي؟ انا عارف ان الفي اوت، الفي اوت، سوري، الفي اوت على الفي انبوت بتساوي ايه؟ سالب ار اف على على الار في 1 على جي اوميجا سي ار، صح كده؟ طيب قال لك الدي سي جين، دي سي جين معناها ان عند الاوميجا بزيرو، فلما تحط الاوميجا بزيرو هتطلع لك الفي اوت على الفي ان بكام؟ بتساوي سالب ار اف على الار. خلاص يبقى انا كده عرفت اجيب معادله للدي سي جين. طيب الكات اوف فريكوانسي احنا قلنا ان هو بيساوي 1 على 2 باي اللي هو الاوميجا، كات اوف 1 على 2 باي ار سي، او ار 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 اف سي، او اللي هو الاف كات اوف اللي هو 1 على ار سي على طول، تمام. طيب لا سوري، هو دي 1 على 2، 1 على ار سي، وهنا هو 1 على 2 باي ار سي، تمام، زي ما حطوها في المعادله في المحاضره يعني، تمام. طيب فانا هعمل ايه؟ اول حاجه هو عايز الكات اوف فريكوانسي 5 كيلو هرتز، فخلاص اروح فارض مثلا السي باي فاليو، وبعدين ابص على قيمه الار اف، وبعدين ما دام جبت قيمه الار اف هروح واخدها ومن الدي سي جين اللي هو كان عايزه ب 20، اعوض في المعادله دي واجيب اللي هو الار بكام. طيب دي اول حاجه. طيب لو هو جه قال لي انا عايز الجين 20 وسكت، يبقى خلاص دي هو الجين اللي انا هعوض بيه. لكن لو جه قال لي الجين انا عايزه ب 20 دي بي، فانا لازم اعمل ايه؟ استخدم المعادله اللي بتقول ان الجين ان دي بي تساوي 20 لوج الجين السكيلر، طيب. وبعدين هو مديني ده 20 دي بي، ودي هتبقى بتساوي 20 لوج الجين السكيلر، وانا عايز الجين السكيلر ده لان انا بتعامل بالمعادلات بتاعتي هي الجين السكيلر، ومن المعادله دي اطلع الجين السكيلر بكام؟ اللي هو كاني هقول 10 اس 20 على 20 بتساوي الجين السكيلر او السكيلر جين، تمام. فطلع لي ان هي تطلع بتساوي 10، تمام. ماشي، نخش على سؤال تاني. السؤال التاني ده ده دكتور عزة يعني بيحب يجيب الاسئله دي، فهنعمل ايه؟ هو بيقول لك ان انا دلوقتي معايا انبوت سورس بتاعي اللي هو الار ام اس بتاعته 220 فولت ار ام اس، والفريكوانسي بتاعه 50 هرتز، والدي سي اوتبوت بتاعي اللي هو هتشوف الار والسي دول هم 10 فولت، والالاوبل فولتج ريجيليشن اللي هو الفي بيك ناقص الفي دي سي على الفي دي سي قال لك 0.01. عايزك تعمل ايه؟ تختار اللي هو ان واحد على ان اتنين، وتختار لي قيم للار والسي. فانا اول حاجة هعملها ايه؟ هو قال لك الفولتج ريجيليشن بتاعتي 0.01، فانا لازم اقول الفي ماكسيمم او الفي بيك ناقص الفي دي سي على الفي دي سي تساوي 0.01 اللي هو مدهاني. طيب الفي ماكسيمم دي بتساوي ايه؟ تخيل معايا كده ان الترانسفورمر دون بينقل الفولتج ده للجزء التاني ليه، بس الجزء كله مش الجزء اللي هو ايه نص ونص. فهتلاقي ان الفي اللي جايه هنا على الفي اللي جايه هنا، يعني الفي 2 على في 1 دي بتساوي ان 2 على ان 1، صح كده؟ طيب بس
ايه؟ انا الجزء اللي بيشتغل في نص البريد هو الحته دي بس، صح؟ فانا بالتالي لازم اقسم الفولتج اللي هو جاي لي هنا. يعني انا لو قلت ان في 2 كلها اللي على الترانسفورمر كله التاني هي ان 2 على ان 1 في في 1، فانا لازم اقسم الفاليو دي على 2، لان دون اللي بيبقى داخل لي في اللي هو ايه نص البريد الاولاني اللي هو الجزء اللي فوق ده بس. فانا هقول ايه؟ ان الفي بيك اللي انا هشتغل عليها هي ان 2 على 2 ان 1 في الفي 1، تمام؟ طيب فهعمل ايه؟ هاخد الاول ان الفي ماكسيمم بتاعتي هي بتساوي ان 2 على 2 ان 1 في الفي ان ماكسيمم، والفاليو اللي هو مديهاني دي بالروت مين سكوير، فلازم اضربها بجذر 2 فتطلع لي ان الفي ماكسيمم بتساوي ان 2 على 2 ان 1 في 220 جذر ال 2، وبعدين اعوض في الايكويشن دي هطلع ان 2 على ان 1. طيب تمام، طيب بعد كده انا عايز بقى اجيب ايه الواحد. طيب بعد كده زي ما بنقول احنا عايزين ايه؟ عايز يطلع الفاليوز بتاعه الار والسي. طيب هنعملها ازاي دي؟ ماشي، اول حاجه انا معايا ان فولتج ريجوليشن 0.01 ده بتساوي الفي ماكسيمم ناقص الفي دي سي على الفي دي سي. طيب الفي ماكسيمم دي مش خليني في الجنب هنا، ال 0.01 equal to V maximum ناقص ال VDC على ال VDC. طيب ال V maximum دي بتساوي ايه؟ انا عارف ان ال VDC بتساوي ال V maximum ناقص ال V ripple على الاثنين، فخلاص هاخد ال V maximum دي واعوض مكانها ب VDC plus V ripple على الاثنين، فهلاقي ان ال 0.01 ده equal to ايه؟ equal to V ripple على الاثنين على ال VDC. طيب الفيربل على الاثنين دي كانت بتساوي ايه؟ انا عارف ان الفيربل اصلا يعني انا هنزل الاثنين في دي سي تحت، وانا عارف ان الفيربل اصلا بتساوي الفي دي سي على 2 ار في الاف في السي، علشان انا ايه فول ويف ريكتفاير، فده هيطلع لي ايه دي تطير مع دي وتطلع لي 1 على 4 ار اف في السي، صح كده؟ فهاجي اكمل هنا، هو انا اقول ان 0.01 equal to 1 على 4 f r وده بتاع c، وبعدين اسيوم اي حاجه لل c اطلع منها ايه ال r l. طيب عندنا هنا برضو السؤال اللي كنا بنشوفه اللي هو كان بيقول لك ايه، انا عايز مثلا ال v output بتاعتي تكون طالعه بالشكل ده، فانا بستخدم هنا هو inverting op amp عادي، وبيبقى لو انا هستخدم اللي هو 3 اوب امبس دي هعمل ايه؟ هعمل الادي، هاجي اروح قايل ان البلس بتاعي على الجراوند عادي، وهدخل كله على الانفرتنج على الحته اللي هي ايه النيجاتيف. طيب وبعدين هخلي هنا معايا ريزيستنس هي ار اف، وبعدين احط الاربعه ريزيستنس بتوعي كده. النسبة يعني دي R1 R2 R3 R4، وهختار ايه RF دي مثلا بأي قيمة اللي هو 1K مثلا، وبعدين R1 دي هقيسها ازاي؟ R1 دي اللي هي داخل عليها V1، تمام؟ داخل عليها V1 فهي مضروبة هنا هو في كوفيشنت 1، فالمفروض ان RF على R1 تطلع بواحد، يبقى دي بتساوي 1K. طب اللي بعديها المفروض ان هي تبقى باتنين، فدي هتبقى نص كي. اللي بعديها هتبقى المفروض ان واحد على ال ار اف دي على الار 3 تبقى بتساوي تلت، يبقى دي ايه 1 على 3 كيلو اوم. طيب اللي بعديها المفروض ان هي 4، فالمفروض ان دي ربع كيلو اوم، تمام؟ طيب كده انا حليت ايه؟ طلعت كلهم، بس كلهم هيبقوا باشاره نيجاتيف. ليه؟ لان انا هنا حاططها على النيجاتيف تيرمينال. طيب عشان احولها لإشارة بوزيتيف، أول حاجة قبل ما أعمل الخطوة دي هبص على الحاجات اللي فيها إشارة نيجاتيف وهنزلها زي ما هي، فهنا هو نقول إن دي في 2 خلاص، وبعدين
في 4 برضو مش محتاجة أي مشكلة، لكن هنا أنا علشان أدخلها لازم أستخدم أوب أمب تاني. تمام، الأوب أمب دوت يقلب لي إشارة السيجنال اللي داخلة. طيب ده بعمله إزاي؟ بختار اللي هو كده ريزيستنس كده، وده جراوند، وهنا تبقى دي في واحد ودي في واحد. طب الريزيستور دي والريزيستور دي احسبهم كام؟ الاثنين بيقول لي نفس الفاليو، دي 1 كي ودي 1 كي. لو كده ابص على ده الاقي ان الجين بتاعه هو سالب ار اف على الار، او ار 2 على ار 1 اللي هو سالب 1 على 1، تطلع ان الفي اوت على الفي ان ايكوال تو سالب 1، فبالتالي الفي اوت ايكوال نيجاتيف في انبوت. فانا اي حاجه احطها هنا هتجيلي هنا بالسالب، فهنا هو هتجيلي سالب في واحد، او هنا هتجيلي سالب في تلاتة، اسف في تلاتة، ففي تلاتة دي تطلع لي هنا هو ايه السالب، عشان في اشارة بقى هنا النيجاتيف كمان بتجيلي من الانفر من الاوب امب ده، فهيطلع لي ان هي هتضرب في السالب فتطلع ايه بالبوزيتيف. تمام، ده لو انا هستخدم ايه 3 اوب امبس. طيب لو انا هستخدم 1 اوب امب وعايز اعمل نفس الفانكشن دي اللي هو ان في 1 ناقص 2 في 2 زائد 3 في 3 ناقص 4 في 4، اعمل ايه؟ ساعتها انا عايز استخدم اوب امب واحد، فخلاص هدخل البلس على الحته اللي فيها البلس والماينس على الحته اللي فيها الماينس، فهلاقي ان دي في 4 او في 1، وهنا في 3، وبعدين هنا في ار، هنا في واحده تاني، هنا في 2، هنا في 3، وبعدين هنا في الار بتاعه الفيدباك، وهنا النيجاتيف، وهنا البلس، وهنا الفي اوتبوت، وهنا هتبقى الار فيدباك، هنا الار 2، ار 3، سوري دي ار 4، ار 4، ار 1، ار 3، صح كده؟ عشان اجيب الايكويشن دي، عشان احل المعادله بتاعت الشكل ده، وانا هعمل ايه؟ اول حاجه هحل، اسهل حاجه ان انا احل دول. ليه؟ لان انا اول ما هشتغل على الاثنين دول بالسوبر بوزيشن هطفي الباقيين، يعني ده هخليه جراوند وده هخليه جراوند، فلما اعمل ده وهخلي ده كمان جراوند، فهلاقي ايه؟ هلاقي ان دول كلهم بقوا جراوند، والنقطه دي النقطه دي بقت جراوند، فالنقطه دي هتبقى جراوند، الار 4 دي هتطير، فهرجع عادي للي هو ايه للاوب امب اللي شكله كده. تمام، فساعتها هلاقي ان الفي اوت كفانكشن في الفي 2 بتساوي ايه سالب ار اف على ار 2 في الفي 2، وبعدين بالنسبه لار 3 الار 4 نفس الكلام سالب ار اف على ار 2 في الفي 4. طيب بعد كده الترم ده هو بقى ايه اللي هيبوخ معايا؟ هيبوخ معايا ليه؟ ده لازم عشان احله افتكر الشكل ده اللي هو كنت بحط هنا هو السورس على البلس، وبحط هنا هو على الجراوند ريزيستنس، والفي اوتبوت ار 1 ار 2. كنا بنقول هنا ساعتها ان الجين بيبقى بيساوي ايه 1 زائد ار 2 على ار 1، الفي اوتبوت على الفي انبوت بتساوي الكلام ده، صح كده؟ طيب فانا هنا هو لما هاجي ابص على اي واحد من دول هلاقي ان ده بقى شورت سيركت وده بقى شورت سيركت، فساعتها ايه؟ فساعتها ان دول مع بعض هيبقوا بارلل، فخلاص يبقى ار 1 بتاعتي هنا اهو هي ار 2 بارلل مع ار 4. طيب وار 2 دي هي الار اف، خلاص يبقى انا عرفت ان الترم المضروب في الفولتج اللي بيجي لي هنا هو 1 زائد ار 2 اللي هي عندي زي ما بنقول ار اف، وعلى ار 1 اللي هي ايه ار 2 بارلل مع ار 4، صح كده؟ اللي هي الفي اوت على الفي ان. طيب ماشي، ده النقطه دي. طيب هل في 1 هي لما انا اجي ابص لها واخلي ده شورت سيركت، او اخليه ده جراوند واخلي دول كلهم برضو جراوند، هل في 1 دي هي اللي بتبقى هنا؟ لا، ليه؟ لان في 1 دي كانها عشان توصل لي على البلس بتبقى حاجه عامله كده، صح؟ دي البلس بتاعتي، دي ار 1 ودي ار 3، وده الفي 3 بس لما خليته ايه السوبر بوزيشن خليته زيرو. طيب فالنقطه دي ساعتها هي اللي انا عايز اجيب الفولتج عندها بالنسبه لفي 1، هلاقيه بيساوي ايه؟ هلاقي ان الفولتج بتاع النقطه دي اللي هي الفي بي بلس هتبقى
البي البي بلس هتبقى بتساوي ايه؟ البي واحد مضروبة في ار تلاتة فولتج ديفايدر ار واحد زائد ار تلاتة. فكأني لما اجي ابص بقى على ار تلاتة هضيف الترم ده اللي هو ار تلاتة على واحد زائد او على ار واحد زائد ار تلاتة، ده هيتضرب في الجين اللي انا كنت مطلعه هنا اللي هو واحد زائد ار اف على ار اتنين بارلل مع ار اربعة مضروبة في في واحد. نفس الكلام بالنسبة لفي تلاتة، بس اللي هيختلف الترم ده هيفضل هو هو، لكن هنا هو لما اجي اعمل فولتج ديفايدر هيبقى الشكل عامل كده في تلاتة ار تلاتة وهنا ار واحد تو جراوند، فهتبقى مضروبة في ار واحد على ار واحد زائد ار تلاتة. فالترم بس هو ده اللي هيختلف عن اللي هنا، تمام كده؟ لو جينا نبص بقى على السيركت دي هنلاقي ان برضو نفس الكلام، علشان اجيب انا هبص هنا بس مش هبص على الفي اوتبوت اكسبريشن، هي بس الفرق هنا هو ان ده بقى زيرو بقى خمسة مش زيرو، فهتعمل نفس الكلام خمسة ناقص زيرو خمسة ناقص في بي على في بي ناقص في اوتبوت، وهنا هتعمل فولتج ديفايدر عشان تجيب النقطة هنا الفولتج بتاعها بكام، ويبقى هي دي النقطة الفي بي، وهتبقى سهلة عادي يعني اللي هو ايه الفي اوتبوت على في انبوت. لكن الار ان بقى اللي هو عشان كان في ناس كتيرة طلبتها، هعمل ايه؟ باجي على الدايرة اللي هي دي ودي عاملة في ار اربعة كده، ده بلس وده ماينس، وهنا خمسة فولت وهنا ار اتنين، صح كده؟ طيب وهنا في ار تلاتة، فانا ايه فين الانبوت سورس بتاعي؟ الانبوت سورس بتاعي هو ده صح، انا عايز اشوف السورس ده شايف ريزيستنس قد ايه، فبعمل ايه؟ بحط فيه فولتج ايا كان بقى قيمته اللي هو في تيست مثلا، تمام، واشوف الكرنت اللي طالع منه اي تيست ده بكام، تمام. ويبقى الار ان بتاعتي هي بتساوي الفي تيست على الاي تيست. طيب هل هنا في كرنت يمشي؟ لا، لان الايدل اوب امب والاي بتاعته زيرو، فخلاص الكرنت اللي هو ماشي اي تيست ده هيمشي كده. طيب يبقى انا دلوقتي لو جيت اقول ان في تيست بتساوي ايه؟ بتساوي اي تيست مضروبه في ار 3 زائد ار 4. طيب وانا عايز ايه؟ انا عايز في تيست على اي تيست، فخلاص يبقى الار انبوت بتاعتي بتساوي الفي تيست على الاي تيست اللي هي ايكوال تو ار 3 زائد ار 4، مفيش مشكله صح؟ لو جه قال لك بقى انا عايز الار اوتبوت، ار اوتبوت بتاعتي هتبقى حاجه عامله كده، انا معايا الشكل ده ومعايا هنا ريزيستنس وهنا الانبوت سورس بتاعي وهنا الريزيستنس الثانيه دي ار 4 دي ار 3 وهنا في 5 فولت هنا في ريزيستنس كده وانا عايز الفي اوت. طب احنا بنقول ان الايكويفالنت ريزيستنس اللي انا ببقى شايفها، يعني لما جيت ابص هنا هو انا عايز اشوف السورس ده شايف انبوت قد ايه، فانا عايز اشوف نفس الكلام بس من الاول، عايز احط لو اشوف لو حطيت اوتبوت هنا هيشوف يعني ريزيستنس قد ايه، فهعمل ايه؟ هعمل نفس الكلام، هحط هنا هو سورس واحط فيه في تيست واشوف الكرنت اللي خارج منه اللي هو اي تيست. بس اول ما بعمل كده لازم اطفي كل السورس الثانيه، يعني ال 5 فولت دي تبقى جراوند والشورت والشورت سيركت اللي هو الفولتج سورس ده. طيب لما عملت كده هلاقي ايه؟ ده الماينس ده البلس ودي ار واحد ار اتنين. هل انا عارف الكرنت اللي خارج هنا؟ معرفوش، فهعمل ايه؟ هشيل الاوب امب ده واحط الموديل بتاعه، الموديل بتاع الاوب امب حاجه عامله كده وليها ار اوتبوت وهنا في ار انبوت وهنا الفي انبوت. الفي انبوت عندي هنا ايه؟ ادام انا دلوقتي خلاص بقى ده شورت سيركت، يعني ده بقى جراوند والنقطه دي مش ده ماشي فيها كارنت، هلاقي ان مفيش كارنت هنا ومفيش كارنت هنا، فالنقطه دي هلاقيها ان هي بقت جراوند. طيب النقطه دي برده جراوند عشان انا خلاص عملتها شورت سيركت لما جيت حطيت السورس ده، فهلاقي ايه؟ هلاقي اصلا ان ادام ده بقى جراوند وده وان ايديال ام، فلازم ده كمان يبقى جراوند، صح كده؟ فخلاص الفي انبوت بتاعتي هي ايه؟ الفي انبوت بتاعتي دي هي الفي بي ناقص الفي ان، صح كده؟ طيب ادام الفي بي بتساوي الفي ان يبقى ده بيساوي زيرو، يبقى خلاص الحته دي كلها بتساوي زيرو. طب الار انبوت بكام؟ بانفينيتي عشان ايديال ام. طب الار اوتبوت بتاعته بتساوي زيرو.
طب السورس داون بيساوي ايه؟ قلنا داون بيساوي ايه في الفي انبوت. طيب الفي انبوت بكام؟ احنا لسه قايلين ان هي بزيرو، فخلاص يبقى داون شورت سيركت، صح كده؟ طيب يبقى انا دلوقتي الموديل بتاعي حاجه عامله كده، جراوند اوبن سيركت هنا، وهنا في ريزيستنس مفيش ريزيستنس لا، وهنا في يعني هنا بخلص الار بزيرو، ودون اللي هشيله واحط معاه هنا هو الفولتج سورس بتاعي اللي هو في تيست، يعني النقطه دي هي دلوقتي النقطه دي تمام، وهيتوصل عليها ما بين النقطه دي ار 1 ار 4 ار 2 قصدي، ونوصل هنا من بين النقطه دي ار 1 للجراوند، صح كده؟ وعايز اشوف الكرنت اللي خارج من الفي تيست دون ماشي ازاي. طيب الكرنت ده لما يجي يتوزع هيتوزع ازاي؟ يا اما يمشي في الريزيستنس دي ومنها الريزيستنس دي للجراوند، يا اما ياخد المسار ده للجراوند على طول. يعني انا لما كان بيبقى معايا شورت سيركت ومعاها بارل اتنين ريزيستنس كده وفي كرنت داخل، كان هيمشي ازاي؟ اكيد مش هيمشي في دول، هيمشي في الشورت سيركت، فهلاقي ايه؟ هلاقي ان الكرنت هيمشي هنا على طول. طيب معناها ايه؟ معناها ان الفولت بتاع النقطه دي هو الفولت بتاع الفولت بتاع الفي تيست دي هو الجراوند ده، صح؟ يبقى الفي تيست بتاعتي بتساوي زيرو. طيب وانا عايز ايه؟ انا عايز الار اوتبوت اللي هي بتساوي ايه؟ في تيست على اي تيست اللي هي بتساوي كام؟ زيرو على اي تيست اللي هي تطلع بزيرو، صح كده؟ طيب ماشي، خلي بالك بقى ان انا لو انا هنا هو سايب الار اوتبوت بتاعت، يعني لو ده مش ايديال اوب ام وانا معايا هنا هو ليه ار اوتبوت، ساعتها كان هيطلع ان ده الار اوت بتاعتي بتساوي الار اوتبوت بتاعت الاوب ام بارلل مع ار 1 زائد ار 2، لكن علشان الترم ده بزيرو فبالتالي الار اوت بتطلع ايه؟ بزيرو، تمام كده؟ اخر سؤال اخر سؤال بقى بيقول ايه؟ بيقول دلوقتي عايز يعني انا بس كنت عايز ايه في السؤال ده يعني نفهم يعني ايه دي سي. دي سي دي سي ده هو كان انا بأفريج الفولتج اللي عندي، يعني انا دلوقتي لو معايا الشكل ده وجيت قلت لك ان ده الفولتج بتاعي، قول لي الدي سي فولتج بتاع الشكل ده هتجيبه ازاي؟ كل اللي انت هتعمله ان انت هتأفريج. هتأفريج يعني ايه؟ كانك بتكامل وبتقسم على البريود. طيب اول حاجه لازم تحددها تشوف البريود بتاعتك، هنا الشكل بيتكرر كل ايه؟ كل باي، لان ده ايه؟ فولو ايه؟ ريكتفاير، فخلاص يبقى البريود بتاعتي هي باي، فانا هعمل ايه؟ هكامل من زيرو لباي. الشكل ده هو ايه؟ هو الفي ماكسيمم اللي هي النقطه دي في ساين اوميجا تي، وهكامله بالنسبه لدي اوميجا تي، تمام؟ عشان هنا راسم، مش لازم انا راسم مع الاوميجا تي، تمام؟ يعني الساين اوميجا تي دي الرسمه بتاعتها. طيب فساعتها ايه؟ ده هيبقى التكامل، صح؟ اللي هو الانتجريشن بتاع الحته دي كلها. فعلشان اجيب الافريج بتاعه لازم اقسم ايه؟ اقسم على البريد، فالافريج بتاعي هيبقى بيساوي التكامل ده من زيرو لباي للبي ماكسيمم ساين اوميجا تي دي اوميجا تي على الباي، والقيمه اللي انا هطلعها من هنا هي ايه؟ الدي سي فولتج بتاعي، او يعني تقريبا هو ده الدي سي فولتج بتاعي بس. فلو عملنا الانتجريشن ده هيطلع لي الدي سي فولتج بتاع الحاجه دي اللي هو الافريج بتاعي هو مكافئ لي في ماكسيمم على باي 2 في ماكسيمم على باي، هو الانتجريشن اهو. هو كده خلاص، يعني مش هقول مفيش اسئله تاني هقولها، بس اللي عنده اسئله او اي حاجه يبقى يبعت لي على يبعت لي اي حاجه بقى واتس او فيس او اي حاجه، وممكن اخش مثلا زوم او يبعت السؤال وانا احله له او اي حاجه، يعني تكون مريحاكم ان شاء الله، وربنا معاكم ان شاء الله، والامتحان مش هيبقى اصعب من الافكار اللي هي اتقالت دي ولا من افكار الشيب، مفيش، بس برضو ذاكروا اللي هم الاسئله بتاعت النظري بتاع دكتور عزه كويس. بالنسبه لدكتور احمد مش يعني مفيش نظري جاي، هو كله هم مسالتين. دكتور عزه في شويه نظري كده اخطر، فنخلي يعني بالنا منهم كده، بس الامتحان بسيط يعني ابسط، ما فيهوش اللي هو مثلا الافتكاسات اللي كانت في الكويز والحاجات دي، لا مفيش الكلام ده.